جراح العتيجي وسالم عوض، جراح يجرح ولا لا؟ جراح جرح الشبك اليمني، جول! الهدف الأول، الهدف الأول، جراح جراح العتيجي بهدف أول في خليجي 20، في خليجي 20 في اليمن، هنا في ملعب أبين. والمنتخب الكويتي شوف 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 جراح لعبها بنفس الزاوية اللي راح لها سالم عوض، لكن هي مرت بسلام لجراح، والهدف الأول كويتي في الدقيقة 18 بعد ما عمل ركلة جزاء، ركلة جزاء كويتية، ركلات جزاء ضاعت. الثلاث حالات طرد الحقيقة. نشوف اللعبة هذه، بدر يلعبها في اليمين، بدر بيلعبها في اليمين بيحصلها فهد العنزي، حصلها حلو، جول جول! الهدف الثاني بدر المطوع، بدر المطوع صنعها لفهد ورسمها لفهد، هندسها فهد العنزي بالطريقة اللي يبيها بدر المطوع، يضعها في المرمى في الدقيقة 33، هو الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. أثنين لك مباراة، شوف 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 فهد قتالي على الكرة، وشوف بدر من وين يا من بين المدافعين، متفاهمين عليها تماما، فهد العنزي لبدر المطوع، بدر المطوع يضيف هدف ثاني لمنتخبنا الوطني، هدف ثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب اليمني الشقيق. فرحة الجمهور الكويتي وفرحة يعني الجماهير اليمنية اللي تساند المنتخب الكويتي في خليجي 20. شوف يستاهلون اليمن. حسين فاضل عبا في اليمين، مشعان حلوة الحركة والاستلام، المشعان المشعان، هذه جول، هذه جول! قايل لكم المشعان بيعمل مشكلة أخرى لدفاع المنتخب اليمني، لأن المشعان مهاري، ولأن المشعان مخ نظيف، ولأن المشعان يصنع صح. فالهدف الثالث يأتي في الدقيقة 24. بدر 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 لم طوع، والهدف الثاني، بدر هدف ثاني له شخصيا، وهدف ثالث للكويت. إذن فهد، فهد العنيزي وعبد العزيز المشعان راح يعملون مشكلة للدفاع اليمني. قلت لك من نزول عبد العزيز المشعان، واحد يقول ايش دراك، لا لا لا، هذه واضحة واضحة ما تبي لها كلام.